السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة عبير العمري، مدرسة لمادة اللغة العربية لطلاب الصف التاسع. خبرة 14 سنة في التدريس الثانوي والأساسي. طلاب الأعزاء، طلاب الصف التاسع، رايح أكون معكم الفصل هذا إن شاء الله على منصة جو أكاديمي، منصة المليون. رايحين نتابع المادة ونفصلها من خلال أوراق العمل، من خلال متابعة بامتحانات دورية لها، من خلال التركيز على الاستخراج والإعراب حتى نتخطى صعوبة المادة ونتجاوزها ونصل فيها إلى أعلى الدرجات. بتمنى من الجميع التوفيق والنجاح، يعطيكم العافية.